الجميل في البدال بتاعت النهارده انها بدال شيك مؤدبه جدا، هتبان انك برنس كده وانت بتتكلم، هتخلي اللي قصادك مش بس يسامحك، ده ممكن يعني يوطي على ايدك يبص يا سيادتك ويعيط كمان. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله البدايل، واللي هنتكلم فيها النهارده على بدايل ام سوري او انا اسف، لما تحب تعتذر في مواقف تكون انت عملت فيها حاجه غلط وعاوز تقول حاجه تانية غير ام سوري. يلا بينا هنبتدي الاول بالبدايل الفورمال اللي ممكن تستخدمها في مواقف رسميه مع اصدقائك في العمل، مع مديرك، مع ناس ما تعرفهاش كويس. واول تعبير معانا هو I owe you an apology for، يعني انا مدين لك بالاعتذار لي كذا او عشان كذا. I owe you an apology for، وهات بعد for بقى الحاجة اللي انت عملتها غلط. I owe you an apology for. ممكن كمان تقول my apologies for، يعني اعتذاراتي لكذا او بسبب كذا. My apologies for، وبعدين برضو تقول الحاجة اللي انت غلطت فيها وعملتها غلط. عندنا كمان بديل شيك قوي وفورمال قوي لما تحب تقول it was wrong of me to، يعني انا كنت مخطئ لما عملت كذا. خليني مثلا اقول لك مثال، it was wrong of me to curse، انا كنت غلطان لما شتمت او لما قلت كلام وحش. curse يعني يقول كلام وحش. احنا ممكن كمان نستخدم كلمة sorry في مواقف رسمية، بس حط قبلها حاجات تخليها اقوى واشد، زي مثلا لما تقول I'm truly sorry، انا بعتذر جدا، or I'm awfully sorry، او I'm terribly sorry. اخر واحد معانا في المواقف الفورمال او الرسميه انك تقول I sincerely apologize for. sincerely يعني sincerely يعني ايه؟ باخلاص، انا بعتذر باخلاص، انا بعتذر. sincerely يعني ايه في العربي؟ مش عارف يعني، عشان العربي بتاعي ضعيف شويه، بس sincerely كده زي بحراره، يعني انا بعتذر بحراره، بعتذر من كل اعماق قلبي. I sincerely apologize for، و apologize يعني اعتذر الفعل apologize، وتقول بقى الحاجة اللي انت بتعتذر علشانها. I sincerely apologize for. اخر بديل معانا formal وهو I didn't mean to، يعني انا ما قصدتش. I didn't mean to، زي مثلا لما اقول لك انا ما قصدتش ان انا اسرق فلوسك. I didn't mean to steal your money، يعني وحياة امك. بدايل بقى informal تقدر تستخدمها مع صحابك واصدقائك، وبلاش تستخدمها في مواقف رسمية مع ناس ما تعرفهمش. خلينا نقول ان اول بديل معانا لما تعمل حاجة غلط ممكن تقول اوبس او اوبسي، اوكي حاجة زي كده يعني اوبس او اوبسي، يعني مثلا خبطت في واحد وانت ماشي في الشارع تقول له اوبس خبطت في واحدة وبتستهبل، اوبسي انت فاهم، وتبتدي بقى يعني. عندنا كمان بديل تاني وهو سيلي مي، يعني انا كنت سخيف لما قلت كده. سيلي مي، silly me، يعني مثلا صاحبك بيعاتبك وبيقول لك why didn't you get me my money، انت ليه ما جبتليش فلوسي اللي انت كنت سالفها منه، وانت عاوز تعتذر على انك اتاخرت مثلا، فتقول له silly me، silly me، انا كنت سخيف في الموقف ده فعلا. silly me. my bad او that's my bad، ودي معناها باللغه العاميه كده يعني مثلا عندي دي يا جماعه معلش انا اسف، او ده خطئي، زي مثلا ما تبقى حجزت لاصحابك فندق حلو جدا انت كنت فاكره حلو يعني، ورحت هناك لقيتوه اوضتين وصاله، فممكن بقى تقول لاصحابك كده يعني معلش يا جماعه that's my bad، that's my bad، عندي دي المره دي that's my bad. عندنا كمان I messed up او ربنا يستر هقولها I fucked up. I messed up او I fucked up، بس fucked هنا مش معناها اللعنة عليك اللي هي الترجمة الحرفية. I fucked up او I messed up يعني انا اخطأت، اوكي بس بلغة عامية، اوكي I messed up or I fucked up. اخر حاجة معانا انك ممكن تستخدم sorry بس من غير ما تقول I'm sorry، فممكن تقولها بسرعة بقى كده بكاجوالة، يعني حد مثلا ايه عاوز تعتذر له بطريقه كاجوال عاميه. Sorry about that، قولها معايا بسرعه يلا. Sorry about that، Sorry about that، ايوه هو ده. اوكي ده كان فيديو النهارده عن بدايل sorry، وهتلاقي سلسله البدايل في قائمه تشغيل انا عاملها، اتفرج على بقيه الحلقات. ده will be all، شير لان احنا بنتعب كبير عشان نوصل لك المعلومات ديت. بنتعب كبير او كتير يعني لان احنا بنتعب كتير فعلا عشان نوصل لكم المعلومات ديت انا واحمد. That's all، واتمنى منكم انكم تشاركوا عشان نوصل لعدد اكبر. شكرا.